شقق مدينة حمد اجتنا بتبرع كريم من دولة قطر في 2013، فوزارة الأشغال حسبت علينا الشقة $40,000، فإحنا كنا عايشين بالأجار، فلما اجتنا الشقة وسجلنا للشقة هذه انحسبت علينا $40,000 وأقساط شهرية لعشرين سنة، كانت فرصة، فقلنا إحنا بدال ما إحنا ندفع للأجار بندفع قسط الشقة وبعد 20 سنة بتكون إحنا نتملك هذه الشقة، فكانت فرصة يعني إلنا. لكن بعد الحرب وبعد في 2016 لما استلمنا الشقق وسكننا فيها وبدأنا ندفع الأقساط دفعنا شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن في الوضع هالجيت الوضع الحالي الآن الشهر هذا واللي فات مش قادرين ندفع الأقساط، فبنطالب جميع الجهات الأهلية والرسمية والحكومية ووزارة الأشغال واللجنة القطرية إنها تخفف عنا وترحمنا شوية في دفع الأقساط أو تأجيلها. أنا 12 سنة في سكنة بالأجار وما سمعنا في تأجيل في حمد، رحنا سجلنا عدليل إنها يعني عدليل إنها منحة ببلاش، وتفاجأنا ما جينا سجلنا قالوا بدنا كفلة وغير وغيرات وجبنا لهم، ولكن إحنا معناش ندفع، وإحنا بنتمنى من الله ثم من جميع الشعب اللي وفعلين الخير المساعدين أولاد الحلال إنهم يقفوا معنا ويخلوها منحة زي ما كانت، وزي ما جينا كانت منحة بديت منحة تنتهب منها، لأن والله ما معنا ندفع، والوضع الأمانة تعبان تعبان جدا. كلنا فئة واحدة ومش قادرين ندفع ومش قادرين نكمل دفع أقساط، فإحنا بنتمنى منهم، إحنا ما بدناش يعفونا، وبنطالب منهم إعفاء، إحنا بنطالب يأجنونا لفترة معينة من الزمان لحين ما نشوف إيش بده يصير معنا بعد شهر شهرين ثلاثة إن شاء الله وندفع زي ما بقينا ملتزمين قبل، يعني أنا واحد دفع 3 دفع. ولكن بعد الـ3 دفع هذا مش قادر اكمل دفع. انا من مدينه حمد، طلعت لي شقه هنا وانا جوزي مش موظف، انه يعني مش قادر ادفع الاقساط وجوزي محبوس على ازمه ماليه ومش قادر اطلع معيش مصاري اطلع عشان يدفع، وخصموا على الكفله، لو انا اطلب منكم ان تحفلوا منها او تاجلوا لي او تنزلوا سعرها، لان انا مش قادره انا ادفع ولا قادر جوزي مش موظف يدفع. هذه شقق منحه تمام من دوله قطر الشقيقه، اعطوها لاهل قطاع غزه، فليش نضلها منحة لأجل إحنا رواتبنا قليلة جدا ودخلنا قليل جدا، فليش نضلها منحة؟ وعندي 11 نفر وصار الشقة علي عبء، وأنا لحتى الآن مش قادر، أنا يعني الكفلة نفسهم بدهم مني فلوس وأنا مش قادر أجيب لهم مصاري، يعني ما بالي في إن أدي الناس المصاري ولا ادفع للشقه تبعت، وانا مش عارف ايش بدي اسوي، يعني انا لما ما ادفعش بصيروا يجيبوا ودوني ناس وبدهم المصاري تبعونهم، وايش انا بدي اسوي في الحاله هذه؟ يعني صار انا الشقه هذه عملت لي مشاكل، يعني الشقه هذه انا عبء علي.